أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صحافة الغد، القراءة والتحليل في أهم العناوين والمنشطات الصادرة في الصحف والمجلات المصرية. وفي حلقة اليوم سنتناول بالقراءة والتحليل أهم ما جاء في جريدة الوفد، وبيسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الأستاذ سامي صبري الكاتب الصحفي بجريدة الوفد. أهلا بك فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. كل عام وحضرتك بخير ومشاهدي قناة النيل الأخبار جميعا بخير. خلينا نبدا مع حضرتك على طول من الصفحه الاولى ونقرا: الحمايه الاجتماعيه ضروره لحمايه الطبقات الكادحه، الداخليه تشن حملات لمكافحه الجشع والالتزام بتعريفه الركوب، واقتصاديون بيقولوا اجراءات الاصلاح دواء مر لا بديل عنه. دعنا نبدا من اخر حاجه حضرتك قلتها، ان هذه الاجراءات الاقتصاديه هي بمثابه دواء مر لابد ان نتجرعه جميعا. نتجرعهم من أجل الحفاظ على يعني المستقبل المالي للبلاد، لأن احنا عارف زي ما عارف حضرتك احنا في خلال السنوات الأخيرة كانت مصر يعني اقتصاديا معرضة، يمكن مش عاوز أقول أنها ممكن تتصل إلى درجة اليونان، ولكن الحمد لله ببرنامج الإصلاح الاقتصادي عبرت مصر هذه الأزمة وبدأت يعني بدأنا مشوار صعب، ولكن أعتقد أن احنا اكتسبناه بدرجة 70% وما تبقى إلا القليل. بينقص هذه الإجراءات جماعها هي برامج الحماية الاجتماعية، وأقصد ببرامج الحماية الاجتماعية اللي احنا طبعا منشطين عليها جورنالنا، أن هي ما بتبقاش قول بس أو ما بتبقاش على الورق أو ما بتبقاش مجرد فلوس، ولكن لابد من الرقابة، من الرقابة الحقيقية لحماية الطبقات الأكثر فقرا أو الأشد احتياجا، لأن هي الطبقات دي هي اللي بتدفع فاتورة الإصلاح وهي الأكثر تضررا بالفعل من أي إجراء بيتخذ على الخريطة الاقتصادية. يعني لأول مرة أشعر هذه يعني مع كل زيادة، احنا طبعا مش دي زيادة أول زيادة في البنزين، كان في زيادات قبل كده، ولكن في تحرك سريع، وأعتقد أنه تحرك مسبق، لأن احنا كلنا كنا عارفين أو يمكن 90% من الشعب عارف ان كان في زياده في البنزين وهكذا. يمكن الاجراء ده يعني استثمرته الحكومه بشكل جيد وبشكل جميل في ان هي مهدت الطريق لهذه الزياده ووضعت تعريفه موحده في كل محافظه، وبدات بالفعل في اجراءات رقابيه اعتقد ان هي تكون يعني اكثر جدوى من اي مره قبل كده في الزيادات. الحمايه الاجتماعيه ضروره لحمايه الطبقات الكادحه، ده كان عنوانكم ايضا، يعني انت ركزتوا على النقطه دي. الحمايه الاجتماعيه انت عارف حضرتك طبعا الدوله يمكن بتتحمل حوالي 334 مليار لبرامج الدعم بشكل عام، منها على الاقل 200 مليار يعني للبنزين والوقود والحاجات دي كلها. برامج الحمايه الاجتماعيه بنقول ان هي ضروريه وضروره حتميه لحمايه الاجراءات الاصلاح الاقتصادي. لحماية إجراءات الإصلاح الاقتصادي دي مهمة جدا جدا يعني. طيب خلينا نروح مع حضرتك للصفحة الخامسة ونقرأ: نواب وخبراء يطالبون بعلاوة غلاء للعاملين بالقطاع الخاص والرقابة على مواقف الميكروباص واجب وطني. تمام، انت حضرتك طبعا ان المواقف بشكل عام محتاجه رقابه، مواقف السيارات بشكل عام محتاجه رقابه، وهي بتضر دخل كبير جدا، ولكن مع الازمات او مع اي زياده في الاسعار بيستغلها بعض السائقين الجشعين، بيستثمروا هذه الزياده في ان هم بيطلبوا يعني اجره اكتر وهكذا. الحكومه زي ما بقول لحضرتك برضو انتبهت لهذه المساله وبدات مبكرا المحافظين بانفسهم مع بين التنسيق مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عملوا يمكن شكل غرف عمليات مركزة لمتابعة الحركة داخل المواقف السيرفيز وهكذا. النواب بيقولهم حاجة مهمة جدا جدا، بيقولهم ان احنا لابد من بديل للميكروباص، يعني او حاجة موازية للميكروباص، يبقى في منافس للميكروباص، وده عشان ما يستغلش الناس، عشان ما يستغلش الازمه. يعني بنقول ان ممكن عبر طريقتين، اما او خطوتين. الخطوه الاولى مثلا ان هي يبقى الحكومه تقدم شركات تقوم بشركات موازيه للميكروباص، او رجال الاعمال يعني برضو ينفذهم جزء من البرنامج عن طريق شركات او تاكسي خاص، يعني زي برضو الشركات الخاصه اللي هي اوبر وكريم، ممكن ان احنا في نفس الوقت على غرارها نعمل قطاع خاص بنفس الطريقه. بالنسبه لعلاوه الغلاء، علاوه الغلاء طبعا هي مهمه جدا، لان طبعا في القطاع الخاص معظم العاملين بالشركات القطاع الخاص اعتقد ان هم ما زادوش يمكن في خلال الخمس سنوات الاخيره ديت اي زياده بشكل يعني او يناسب التضخم او يناسب حركه الغلاء. المفروض النواب بيقولوا او النواب والخبراء بشكل عام برضو بيقولوا ان على الاقل المفروض يمنحهم علاوه غلاء او علاوه اجتماعيه من رجال الاعمال لا تقل عن 200 جنيه او تتراوح من 200 الى 400 جنيه، وانا اعتقد ان العلاوه دي الاستثنائيه على غرار العلاوه اللي منحتها الحكومه للقطاع العام وقطاع الاعمال.
ودي علاوة سنة لابد منها عشان تتمكن هذه الطبقة برضو، وخاصة احنا عندنا عمالة يعني موسمية وعندنا عمالة في القطاع الخاص، هذه الفئات محتاجة دلوقتي رعاية عشان تقدر ان هي تواكب زيادة في الأسعار او يعني تواجه الحياة المعيشية بشكل افضل. طيب خلينا نروح مع حضرتك للصفحة الثالثة، قرارات تصحيحية لهالة زايد تأتي بالقاصد مساعدا للوزيرة، وزيرة الصحة تتفقد مستشفيات بورسعيد وتطالب بمكانة التأمين الصحي. أنا أعتقد أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة يعني بدأ مشوارها بقرارات شجاعة وقوية، من أهمها القرارات اللي اتخذت اليوم وهي يعني عودة الحق للدكتور أحمد يحيى القاصد، وهو كان الرئيس يعني رئيس مراكز الفنية المتخصصة، هو رأته يبقى مساعد وزير، وهو رجل يعني أنا أعرفه معرفة شخصية، وهو رجل على قدر كبير من الكفاءة ويستحق هذا المنصب بالفعل. نفس الشيء عملته مع الدكتور محمد عزمة وكيل وزارة الصحة والجيزة، كان الدكتور السابق أو وزير الصحة السابق دكتور عماد كان نقله إلى أسوان على درجة مستشار به، فهي عادت له يعني قيمته مرة أخرى ويعني وضعته في المكان المناسب لكفاءته ومهارته. طب بالنسبة للصحية في الصحة نفسها بقى، طبعا ده جزء من القرارات اللي أعتقد أنها ستتخذ في خلال الأيام اللي جاية. واضح أن الدكتورة بدأت تنزل للميدان، بدأت تنزل للواقع، وبالدليل أن هي قامت بجولة اليوم لبورسعيد للتأكد من جاهزية مستشفيات بورسعيد لتجربة التأمين الصحي. طبعا انت عارف ان حضرتك بورسعيد احدى المحافظات الاولى اللي هيطبق فيها تجربة التأمين الصحي، فهي بدأت بالفعل على ارض الواقع، بدأت تاخد قرارات النهاردة مهمة جدا، وقالت حتى طبعا لما راحت في الجولة بتاعتها فلقت ان الادارة او الهيكل الاداري اللي موجود والمبنى وكله غير مميكن، فطلبت بمكانته، ويعني اعتقد ان هي طلبت مجموعة من او وضعت مجموعة من القرارات ان هي فعلا في سبيل ان هي يعني ترقى بالخدمات الصحية الخاصة بالمواطن الفقير أو الفئات اللي هي فعلا محتاجة إلى رعاية صحية متكاملة. هي لسه في البداية، ولكن أعتقد أن احنا يعني إن شاء الله كده الواحد متفائل بركتها، لسه وزيرة شابة وواعدة، وواضح من أنها شجاعة بالدليل القرارات اللي هي بدأت تاخدها اليوم. الوضع الصحي والخدمات الصحية حضرتك اتكلمت، هو عندنا في بعض العقبات وفي بعض المشاكل، شايف الاستراتيجية اللي جاية بها الوزيرة لتطبيقها لتذليل تلك العقبات وإزالتها نهائيا إيه؟ هي الاستراتيجية موجودة، هي المسألة أن تطبيق الاستراتيجية بيختلف من وزير الآخر. يعني ودي مشكلتنا في يعني في مصر أو في أي حكومة مصرية، أن التطبيق أو التنفيذ الفعلي بيرتبط بشخص، ودي يعني مشكلة خطيرة جدا جدا. احنا بنأمل يعني المشاكل الصحية موجودة عندنا واضحة ومعروفة، ولكن هو الأهم من ده ازاي احنا نعالجها، او ازاي طبعا الإمكانيات المادية عامل مهم جدا جدا. انت عارف حضرتك طبعا يعني هي الأول مرة المرة دي في الميزانية في وزارة الصحة بتعلو، بس برضو رغم ارتفاع المقررات أو مخصصات للصحة إلا أنها برضو لم تصل إلى المستوى المأمول، ولكن في خطوات تصحيحية للخدمة الصحية بشكل عام في مصر، ولكن استحالة ان احنا هنقدر نعالج كل مشاكل الصحة في مصر في سنة او في سنتين او كده، لكن البرنامج الحكومي الجديدة يعني بادئ بشكل جيد. خلينا نروح لحضرتك مع حضرتك للصفحة الثالثة ونقرأ استقبلتها شركة مصر للصوت والضوء او رحلة للحج على خطى العائلة المقدسة. طبعا هو الخبر ده مهم جدا جدا، انه بيبعث برسالة ايجابية عن مصر وعن السياحة المصرية بشكل عام. هذه الخطوة يعني جاءت نتيجة للزيارة اللي قام بها مؤخرا باب الفاتيكان في إبريل 2017، ونتيجة لجهود وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط إن هيبقى في فوج سياحي هيتتبع نفس مسار خطى العائلة المقدسة، وهيبقى في عرض لهذه الرحلة عن طريق شركة الصوت والضوء، هيعرضوا فيها تاريخ مصر يعني القديم والحديث حتى الحملة الفرنسية. الجميل ان بقول لحضرتك ان الرسالة من هذه الخطوة السياحية ان هي بتقول ان مصر دولة سلام، وان مصر دولة يعني بتعود فيها السياحة مرة اخرى، وكما تعلم حضرتك ان مصر هي الدولة الوحيدة اللي استقبلت السيد المسيح. صحيح. السيدة مريم العذراء والقديس يوسف النجار،
فالخطوة مهمة جدا جدا، وهي زي ما بقول لحضرتك رسالة السلام ودعاية عالمية لمصر بعودة السياحة لها مرة أخرى. شايف الخطوة دي إزاي تسهل في عودة السياحة سريعا إلى مصر؟ ما أنا بقول لحضرتك هو طبعا ويتم استغلالها من قبل المسؤولين. العرض هيتم باللغة الإيطالية وأعتقد باللغة الإنجليزية، وده شيء جميل لأن في وفود إعلامية مصاحبة للفوق. فالوفود الإعلامية اللي هي تم دعوتها من قبل وزيرة السياحة وصحفيين دوليين ومذيعين ويعني وخبراء متخصصين في مجال ترويج السياحة العالمي، أعتقد ده في حد ذاته هيبقى في نوع من الدعاية لمصر على المستوى العالمي. طيب خلينا نروح مع الصفحة 9، الخبر الأبرز اليوم، المنتخب الوطني يخوض ميرانو الرئيسي في استاد كريستوفسكي، وصلاح يقود الفراعنة في موقعة روسيا يوم الثلاثاء بإذن الله. احنا قلوبنا كلها مع منتخبنا الوطني ومع نجمنا الكبير محمد صلاح. احنا خسرنا خسارة مرة او يعني تجرعنا هزيمة مؤلمة وموجعة، ان شاء الله بنعمل متفائلين جدا جدا ان احنا نعوض هذه الخساره الى مكسب، لان اللعيبه او كما هو واضح من التصريحات يعني ان هم بيعتبروا مباراه روسيا ما مباراه حياه او موت. وحياه او موت فعلا. فعلا احنا ما قدمناش غير ان احنا نلعب على الفوز، وان انا اعتقد ان شكل المنتخب الوطني بالشكل اللي احنا شفناه في المباراه اللي فاتت يعني شكله كان جيد جدا جدا وممتاز، واعتقد في مباراه روسيا انه هيكون افضل من الاول، لان زي ما اقول لحضرتك هي مباراه يعني نكون او لا نكون. نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخب المصري. احنا بنعول على نجمنا الكبير محمد صلاح، ولكن كل النجوم كل اللاعبين هم كلهم بصراحه يعني ادوا من الواجب، ولكن ان شاء الله حتى كان بيقولوا ان في اصابات بالنسبه لطارق وكذا، اعتقد ان هي الاصابه طلعت مفيش اصابات ان شاء الله وعوده صلاح تمام، وان شاء الله ان نستمتع جميعا بمباراه جميله. نختتم من الصفحه الرابعه، التكنولوجيا الحديثه طريق البنوك لتحقيق الشمول المالي وعامر، يمكننا الوصول الى كافه طوائف المجتمع المحرومه من الخدمات التمويليه. هو البرنامج التمويل الشمولي يعني هو احدى ثمرات برنامج الاصلاح الاقتصادي نتيجه نجاح الاجراءات الاقتصاديه في مصر، فاختار البنك الدولي المصري مصر ضمن يعني مع الصين والمكسيك لتنفيذ برنامج التمويل الشمولي. هو البرنامج بيهدف الى نشر او يعني نشر الثقافه المصرفيه في مصر والوصول الى الفئات برضو اللي هي محرومه من يعني الخدمات البنكيه. انت حضرتك يمكن 75% من الفقراء عندنا لا يعلموا الخدمات المصرفيه او البنكيه، فالبرنامج ده مخصص. يعني اعتقد كمان ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع طارق عامر رئيس البنك المركزي في خلال اللقاء الاخير هو استهدف بالذات هذه الفئات ويعني وركز على البرنامج التمويلي بالنسبه للفقراء باعتباره هو اللي هيوصل للناس اللي محتاجه قروض، وخاصه المراه المعيله والشباب، يعني الشباب محتاجين مشروعات والمراه المعيله محتاجه مشروعات، فهذا البرنامج بيغطي جانب كبير جدا من هذه الفئات، وده شيء مطلوب، واعتقد ان ده برضه جزء من برامج الحمايه الاجتماعيه. هذا البرنامج بيتوقع عليه مع توسعه في المحافظات والقرى هيتوسع فيه اكتر واكتر في بالنسبه للريف، وخاصه ان هو بيدي خدمات بنكيه ببلاش ومجانيه. صحيح. يعني ما فيش مثلا حد ادنى ان يفتح حساب، ما فيش حد ادنى انه يعني كله بالمجان، وليه مندوبين وليه كذا. فالبنك المركزي بصراحه عامل مجهود جبار في من ضمن هذا البرنامج، وزي ما قلت لحضرتك هذا البرنامج ثمره من ثمرات الاصلاح الاقتصادي. استاذ سامي صبري مدير تحرير جريده الوفد، شكرا جزيلا لحضرتك. اشكر حضرتك، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقه النهارده في صحافه الغد، غدا باذن الله حلقه جديده، دمتم في امان الله.